ديما ديما راس. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنا الفيغ بخبر عنوانه الرجاء يسيطر على الديربي ويهزم الوداد بثنائية. وانتصر فريق الرجاء الرياضي على غنيم التقليدي الوداد بهدفين دون مقابل في المباراة اللي جمع الطرفين عشية الأمس برسم جولة 14 منافسات البطولة. وانتهت الجولة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف بحيث طغى الحضار على أطوارها مع تفوق طافي في النسور من ناحية الاستحواذ على الكرة. وحملت الجولة الثانية الجديد وذلك بعد ما افتتح الرجاء نتيجة تسجيل في الدقيقة 51 بهدف عكسي سجله هشام أيت براين في مرمى فريقه بعد عرضية من بوكرين. وعند حلول 64 تمكن البديل محمد زريدة من تسجيل الهدف الثاني بعد حملة هجومية مضادة قادها الجزائري يسري بوزو وانهاها زريدة في مرمى الموطئ. وحاول الغريم تدارك النتيجة بحيث قام برنزرتشي بإقحام أسماء عديدة. وكانت أخطر محاولة للغريم في الدقيقة 75 من رأسي اللاعب يحيى جبران إلا أنها مرت بجانب مرمى أنس زنيتي. وبهذا النتيجة تمكن فريق الرجاء من تحقيق فوزه الثاني خارج الميدان هذا الموسم والانفراد بصدارة الدوري الاحترافي بشكل مؤقت برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد الغريم عند النقطة 23 محتل المركز الرابع. زيمباور بعد الفوز بالديربي انتصرنا على فريق يصعب التغلب عليه واللاعبون اضحوا في حاجه ماسه الى عوده جماهيرهم. وابر جوزيف زيمباور مدرب فريق الرجاء الرياضي على سعادته عقب الانتصار في الديربي امام الغريم بهدفين للصفر. وقال زيمباور في تصريحاته اللي تلات المواجهه مباراه جيده منا ونتيجه جيده كذلك، اهم شيء في الديربي هي النتيجه النهائيه. سيطرنا في الشوط الاول ولقينا الكثير من الحلول عبر الوسط مع قليل من سوء الحظ في الهجوم. وواصل في الشوط الثاني حرزنا هدف عكسي لكن بعد طريقة لعب مميزة. وعقب الهدف كان عادي أنه يلعب الخصم للتعادل فالملعب كان مليء بلاعبين دوليين أصحاب خبرة وكان خاصنا نواصله. وتابع زيمباور أنا سعيد بطريقة سيري اللقاء، لعبنا بطريقة مختلفة وما منحناش الفرص للخصم وركزنا على الهجمة المرتدة، قمنا بعمل رائع في الأسابيع الأخيرة من طرف كل أطقم وجا الوقت باش نقول لهم شكرا. وزاد زيمباور كتنتظرنا مباراة بعد 3 أيام وخاصنا الآن نستعدوا لتحقيق 3 نقاط وإلا ما غيكونش الانتصار الديربي معنا وخاص اللاعبين يعرفوا ذلك ويركزوا على المباراة الأخيرة في مرحلة الذهاب. وزاد مدرب الرجاء لعبنا ضد خصم جيد وماشي سهل انك تغلب عليه، شخصيا كمدرب خاصنا نواصلوا العمل فكاينين اللاعبين عانوا من مشاكل ولكننا سايرنا المواجهه وحنا سعداء بالنتيجه. واختتم زيمباور حديثه بالقول اللاعبين ديالنا كيحتاجوا الجماهير ديالهم، كاملين شفنا الفرحه ديالهم في الاخير فهما احتاجوا للانصار وبدونهم ما كاينش نفس الاحساس. فمباراه كاليوم كتحتاج للمشجعين وكنتمنوا ايجاد الحل من اجل عودتهم. بوزوق تمنيت لو كان الديربي بالجماهير ومستقبلي في الرجاء ماشي باليد ديالي. وعبر الجزائري يسري بوزوق نجم فريق الرجاء الرياضي على سعادته بالانتصار اللي حقه النسور على حساب الغريم التقليدي. وقال بوزوق في تصريح بعد المباراه كنت كنتمنى حضور جماهير الرجاء في هذه المواجهه وبخصوص مستقبله مع الفريق قال ما عندي حتى علم بما غيحدث في المستقبل حيت ماشي انا اللي كنحدو. يشال ان بوزوق قدم مستوى لا باس به في لقاء الديربي وكان وراء التمرير الحاسمه للهدف الثاني اللي سجلوا زريدة. مديحي بعد الهزيمة في الديربي حاولنا السيطرة على الرجاء والهزيمة واردة في كرة القدم. وأكد مستعد مدرب الغريم التقليدي محمد مديحي معرفته بصعوبة المواجهة أمام الرجاء الرياضي لحساب جولة 13 منافسات البطولة. وقال مديحي خلال ندوة صحفية لعقبة هزيمة الغريم أمام الرجاء حاولنا مجاراة الشوط الأول حيت كنا كنرغبوا في إدخال بعض اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في الشوط الثاني ونجحنا في ذلك بنسبة كبيرة. وزاد في الشوط الثاني قدر الله وما شاء فعل سجلنا ضد مرمانا وهذا شيء عادي في كرة القدم. حاولنا السيطرة على اللقاء بعد ذلك لكن تركنا بعض المساحات وكنعرفوا ان الرجاء الى تركتي ليه المساحات يقدر يباغتك حيت كيتوفر على اللاعبين سرع. وتابع كنظن اننا جاتنا فرصة سانحة للتهديف لجبران بالرأس لكن ضيعها ولو كان سجلها كان بامكاننا العودة في اللقاء بعد ما خلقنا مجموعة من الفرص. وزاد لعبنا مباريات كثيرة اضافة لغياب 4 لاعبين عكس فريق الرجاء اللي كان مرتاح ذهنيا وبدنيا.
البنزرتي هناك أمور متعلقة بالانضباط لم أرها في مسيرتي، وحين لا تمشي الأمور كما يجب فهذا يعني أن علي الرحيل. وأبر فوزي البنزرتي ومدرب غريم تقليدي على استغرابه من عدم انضباط بعض اللاعبين داخل الفريق، وأكد أن عدم سير الأمور كما ينبغي غيعجل برحيله على الفريق الأحمر. وقال البنزرتي في صريحات إعلامية: ما كانش عندي الوقت الكافي لإعداد الفريق، وكان أمور متعلقة بالانضباط داخل النادي والعديد من النقاط اللي ما شفتهاش في مسيرتي الكروية. وزاد: ملي ما كتمشيش الامور كما يجب فانا غنعلن الرحيل. وزاد البنزرتي: تلقينا هدف عكسي من المدافع ديالنا واخر من سوء التغطيه في الجهه اليمنى، وهذا امر غير معقول. قمنا بجهدنا للفوز على الرجاء مع الكثير من السفر لكرهق اللاعبين، وخسرنا 4 لاعبين بسبب الاصابه، وكنا قادرين على خساره اكثر من ذلك. كنهني فريق الرجاء الفوز، وغنجالس اداره النادي للبت في مساله رحيلي. جماهير الرجاء تثني على اداء صابر بوكرين، وفي تفاصيل الخبر مدحات جماهير فريق الرجاء الرياضي لاعب النادي صابر بوكرين بعد نهايه مباراه الديربي بفوز نص الخضر بهدفين مقابل لا شيء. والدولات الجماهير الرجاويه صور البوكرين واللقطه ديالو مع جمال حركاس اللي جاب سبب الهدف الاول الرجاء، وعلقت عليها بان اللاعب بوكرين لاعب فنان وكيتعتبر احسن صفقه للفريق في ميركاتو الماضي. وكانت المفاوضات بين بوكرين والرجاء انطلقت في ميركاتو الصيفي، بحيث بداو في وقت سابق مسؤولي الترجي التونسي موافقتهم على انتقال بوكرين للفريق الاخضر مقابل 200 مليون سنتيم قبل ما يتم فسخ عقده، ويقرر الرجاء ضمه في صفقه انتقال حر، مع العلم ان الغريم التقليدي بدوره كان كيزاحم الفريق الاخضر في هذه الصفقه، الا ان رغبه بوكرين كانت حاسمه لمجاوره النسور الخضر. تعربت ورحيمي يشاطران مكونات الرجاء فرحة الفوز بالديربي، وشارك الدولي المغربي عادل تعربت مع مكونات فريق الرجاء الرياضي فرحة الفوز بالديربي أمام الغريم على حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. شأنه في ذلك شأن الرجاوي السابق واللاعب الحالي العي الإماراتي سفيان الرحيمي، وانشروا اللاعبين معا صورة لفرحة لاعبي الرجاء مرفوقة بنتيجة هدفين لصفر ونصر مع قلب أخضر. وتفاعلت جماهير الرجاء مع منشور سفيان الرحيمي وعادل تعربت اللاعب السابق الاسي ميلان الايطالي، مع العلم انه سبق وعبر في اكثر من مناسبه على حبه للرجاء واستعداده للعب صفوفه في يوم من الايام. محمد سوبول يودع الرجاء برساله مؤثره. ودع محمد سوبول فريق الرجاء الرياضي برساله مؤثره بعد انتقال رسميا لنادي باستيا الفرنسي. ونشر سوبول رساله ودائيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، كتب فيها: اليوم انتهى عقدي مع نادي الرجاء، انا فخور اني كنت جزءا من تاريخ وبطولات هذا النادي الكبير. اود ان اشكر الفريق الذي احتضنني وانا في عمري 9 سنوات وجعلني انمو كلاعب، وبهذه المناسبه اتقدم لكل من ساندني طوال المشوار الرياضي، والى رئيس النادي والاطقم التقنيه والطبيه والاداريه وجميع اصدقائي اللاعبين. وهذا وقدم سبول شكر لكل مكونات الفريق إضافة للجمهور الرجاوي بالقول: أكن للجماهير كامل التقدير والاحترام، سأحتفظ دوما في ذاكرتي بالسنين التي قضيتها، كنتم دائما الجمهور رقم واحد، كل الحب والاحترام والتقدير لكم، هكذا هي كرة القدم، ستبقون دائما في القلب. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقوا في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله.